فالمسألة على الوزان، هل الشافعي حقا هم أولى به؟ هل حقا هم ينصرون الشافعي؟ هل حقا يعني يأخذون بعلم الشافعي وينشرون علم الشافعي أم لا؟ قد بينا بأن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول بإثبات الصفات، وهم لا يقولون بإثبات الصفات، قالوا لمقتضى اللغة التأويل، والشافعي حجة في اللغة. اتفق هشام عبد الملك أو ابن هشام وأبو عبيد أعتقد، المهم أن أهل اللغة اتفقوا على أن كلام الشافعي لغة. فاحنا نقول الآن كلام الشافعي لغة وأنتم تقولون مقتضى اللغة، خلاص الشافعي حجة عليكم. والشافعي لم يؤول صفة واحدة، أثبت اليد، أثبت اليدين، أثبت الأصابع، أثبت الأنامل، أثبت العين، أثبت الوجه، أثبت النزول، أثبت المجيء. فالشافعي أثبت الصفات الذاتية والصفات الخبرية والصفات الفعلية، أثبتها ولم يؤول ولا صفة. ما فيش أثار من علم على أن الشافعي أول صفة من ذلك. فمن أولى بالشافعي؟ من أثبت ما أثبته الشافعي، ولا من أخذ ضرب باعتقاد الشافعي عرض الحائط وغيره وأتى بالتأويل؟ شيء من اثنين، إما تقول الشافعي نبتة حشوية مجسمة ما عنده شيء من العلم، إما تقول بذلك، وإما تقول أنه عالم نبيل متقن فقيه، فعليكم أن تأتسوا به. لما تخالفوه الآن وتقول نحن شوافع وتدفع عن الشافعي الآن؟ قلنا بأن الشافعي أيضا في هذا الباب تكلمنا الأسبوع الماضي على عقيدة الشافعي في إيش؟ في العلو، اللي هي النقطة الفاصلة بين أهل السنة والجماعة بين الأشاعرة. والشافعي يثبت العلو، وأثبتنا بالأسانيد بأن الشافعي يثبت العلو. طب الآن الشافعي يثبت العلو وأنتم لا تقولون بعلو، لا داخل العالم لا خارج العالم، ها، ولا متصل لا منفصل، كلام لا يمكن أن يقبله العقل. أنتم أعلم أم الشافعي؟ أنتم أعلم أم الشافعي؟ نريد نفهم ذلك، ونريد نقاط الوفاق بينكم وبين الشافعي. كلها نقاط فراق، وتزعمون أنكم شوافع متشفعة وأنكم تدفعون على الشافعي، وأننا لا نقبل أحد أبدا يخطي الشافعي. طيب ممتاز، طبعا أصلا الشافعي لا يرضى بذلك. أنا سأبين هجيش جيوش أدلة كاملة على أن الأمر ليس فيه تعدي ولا فيه أيضا إساءة أدب في هذا الباب، لكن إن كانت المسألة فيها طريقة فجة فيها قوة لابد نعتذر عنها. لكن نحن نتكلم على أنتم وشافعي الآن، كل يدعي وصلا بالشافعي، أين أنتم من الشافعي؟ الشافعي لا يقر لكم بذلك. فالآن أنا أقول لكم الآن، أين أنتم الشافعي؟ أين أنتم؟ سنأخذ الآن، إحنا تكلمنا عن النقطة الفاصلة في العلو، سأتكلم عن رؤية الله جل في علاه، وننظر أين أنتم من الشافعي في رؤية الله جل في علاه. ونتكلم عن القرآن، ننظر أين أنتم من الشافعي في القرآن، في القدر. طبعا القدر هو القدر كله على المعتزلة، مسألة الرد على المعتزلة. فيعني هم يقولون نحن نوافق الشافعي ولا يوافقونه، لأن الأشاعرة يقولون بالجبر أيضا في مسائل القدر. مسألة كلام الله جل في علاه عجب عجاب، سنرى الشافعي يثبت كلام الله جل في علاه، هم لا يثبتون كلام الله. ثم نأتي إلى السنة، طيب أنتوا الشافعي والسنة هذا هو العلم، توحيد وسنة، هو هذا توحيد الله جل في علاه وتوحيد الاتباع. السنة كيف الشافعي كان مع السنة وحج السنة، وننظر أن الشافعي يقول بأن السنة حجة بذاتها كما سيأتي، وأنتم لا تقولون بذلك، وأنتم تقدمون العقل على النقل وهو يقدم النقل على العقل، وأنتم أيضا لا تقولون بحديث الأحاد وهو يقول بحديث الأحاد. إذن أين أنتم من الشافعي؟ أنا أريد إجابة واحدة بعد ما تنتهي كل المحاضرات هذه، سأقول لكم بالله أعطونا بيانا، من أحق بالشافعي، نحن أم أنتم؟ كل ما يقول الشافعي مطابق، نحن نعتقد ما اعتقده الشافعي، نقول بما قاله الشافعي، وأيضا نعمل بما أمر به الشافعي. وهو الذي قال إذا وجدتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقولي، سواء بقى ضبطتموها بكلام السبكي في مسألة قول من المطالب يتصح الحديث فمذهبي على الضابط المعلومة عند المتأخرين، ما في مشاكل سنقول بها ونبينها. لكن في التأصيل العام أن الشافعي قال ليس لأحد كائن من كان من قول يؤخذ به أو يعتد به أو يعمل به يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، واجب علينا تعظيم النصوص. وقلنا المتمذهبة الجدد في الضلال اللي عندهم أنهم لا يعظمون النصوص، يريدون من الناس تعظيم الإيش؟ تعظيم الأشخاص، تعظيم الأشخاص. وده طبعا له مقرب آخر. وأنا قلت المتمذهبة الجدد هؤلاء ما ترى منهم واحدا إلا منحرفا عقديا،
يعني الأخ اللي هو صاحب النفسين أبو تخميسة بيقول لك أصلا بيفتخر بيطلع حول القبور ويفتخر. يعني رجل ورجل كاتب على نفسه كده على الصفحة بتاعته أخ قال لي غير مبخراتي كاتب قبوري وأفتخر. طب الشافعي قال قبوري، طب حنبل رحمة حنبل يقول ذلك مشكلة كبيرة جدا، من وين أتيتم، من وين هذا الإدخال، كيف تعمون على الناس، كيف تضحكون على الناس، هكذا كان الأئمة الأربعة. به أنا أقف معكم أتوني بأثارة من العلم على ذلك. ولا حتى الحنفية اللي أكثر ماتريدية منهم كانوا يعني كجلمود صخر على كل ما تكلم في مسألة القبور. يعني الأحناف من أشد الناس ردا على هذا الباب. طب هو هنا بيتخذ من الإمام الشافعي يعني رابط لمسائلهم أو أنهم أولى بالشافعي، من أنا القراء كيف ينحرفون وكيف يتخذوا من الشافعي؟ هذا الذي نتكلم عنه التناقض العظيم. أنا يعني بقول الدعاء هنا كلنا يدعي وصلا بالله ولا تقول لهم بإيش بذلك. أنا أقول لهم كل يدعي وصلا بالشافعي والشافعي لا يقول لهم بذلك. أنتم الآن في العقيدة في هناك مبينة تامة بين الشافعي وبينكم، تكلمنا في الصفات مبينة تامة، في العلو مبينة تامة، أو سيأتي بعد ذلك أيضا فيما يتبناه الشافعي في الصفات وننظر إذا كنتم توافقون أو تخالفون لنعلم من أولى الناس بالشافعي. والمنصف الدين العالم يسمع ويردنا يقول يا جاهل، أقول نعم آسف أنا جاهل، أين العلم عندك؟ يقول العلم عندي، تعالى انظر الشافعي قال بأن اليد قدرة وهذا السند صحيح إليه، الشافعي قال بأن النزول نزول الأمر والرحمة والملك. أقول له سامحني قد جهلت وأعترف بجهلي وأرجع وأنا تحت قدمك، أنا اللي يعلمني حرفا أسيل له خادما